نروح للخبر اللي كان انتشر، يعني زي ما بيقولوا كده انتشار النار في الهشيم الساعات اللي فاتت، والخاص بالصورة اللي كانت نزلت لإحدى الفلل في الزمالك، وكان الخبر بيقول بيع فيلا الموسيقار الراحل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والإعلان نازل إن هي معروضة ب7 مليون دولار، يعني حوالي 210 مليون جنيه تقريبا. وكان الصورة اللي قدام حضراتكم والإعلان بدأ ينتشر بشكل كبير جدا جدا، يعني على بعض المواقع المتخصصة في بيع المنازل وخصوصا الغالية أو اللي بتحمل قيمة أو تراث أو بدأت تنتشر بشكل كبير جدا، وبدأ الخبر يتناقل مش بس جوه مصر ولكن كمان بره مصر، من المغرب، من الإمارات، من الجزائر، من تونس، أماكن كتير ومواقع كتير نشرت هذا الخبر الخاص ببيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب. والناس كلها كانت عارفة إن الموسيقار عبد الوهاب رحمة الله عليه كان بيسكن في شقة في الزمالك، ويعني ناس كتير تتعجب أو تعجبت لما عرفت إن في فيلا بهذا الشكل وبهذا الطراز باسم الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب، خصوصا ان هي اساسا يعني الذوق ده مش ذوقه في الفرش، يعني لما نشوف الصور والحاجات والمودرن اللي موجود في الفرش والديكورات والنجف المودرن ده والفرش المودرن ده مش ذوق الموسيقار محمد عبد الوهاب. وحتى يعني من ما كان يكتب في الصحف او بعض المقاطع الفيديو اللي كانت مصوره في شقته في الزمالك لا تدل ابدا ان دي تنتمي الى دي، فواضح ان كان في لبس. هل الموضوع بقى فيه استغلال لاسم موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب؟ هل ده وراه شيء ما، يعني محاوله استغلال اسمه او استغلال الاسره في هذا الامر؟ ده اللي هنحاول نعرفه من الاستاذه عفت محمد عبد الوهاب ابنه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. استاذه عفت مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. يعني نشكر الخبر او الشائعه دي انها كانت فرصه لطيفه عشان نتكلم مع حضرتك مبدئيا. ربنا يخليك، شكرا والله، يعني شرف لينا. شكرا، متشكره قوي. الله يخليكي. واضح ان الاسره انزعجت من الامر ده. انزعجنا واستغربنا واتخضينا، لان طبعا عارفين ومتاكدين انها حاجه مش صحيحه وحاجه معرفش حد اخترعها. اختراع غريب جدا، لان يعني بتهيألي احنا ولاده وعشنا معاه لغايه اخر يوم في حياته، فعارفين كل حاجه، يعني عارفين ايه اللي لنا وايه اللي ملناش. فطبعا كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لنا، وطبعا عمر ما والدي خالص ولا احنا كان اسمع ان كان عندنا فيلل في الزمالك، ولا قبل حتى ما نتولد كان حكى لنا مثلا انه كان ساكن في فيلا في الزمالك. احنا كل القصه ان احنا كنا ساكنين في شقه في الزمالك، مظبوط، معروف، على النيل. وقبل الشقه اللي في الزمالك دي كنا اصلا عندنا فيلا في الهرم دي اللي احنا كلنا اتولدنا فيها، وعزلنا في الزمالك في الشقه. صح. ووالدي توفى في الشقه دي، ومراته مدام نهله القدسي كملت قعدت فيها شويه، وبعدين بعد وفاته وبعدين سافرت لابنها في الاردن، وصاحب العماره خد الشقه. ادي كل الموضوع. فموضوع الفيلا دي موضوع غريب جدا، وطبعا احنا بنتساءل ولازم نعرف مين اللي يعني بيستعمل اسم محمد عبد الوهاب. طب استاذ عفت، ما جربتوش مثلا لو في رقم تليفون ولا حاجه ولا وسيله تواصل بالناشر او المعلن انكم تكلموه، او حد ينزل مثلا يشوف الفيلا دي فين وقصتها ايه؟ لا احنا مش ساكتين، بس اللي انا سمعته، واحنا اولا يعني كلمنا المحامي بتاعنا وبعتنا له اللي اتبعت لنا على الواتساب الاعلان ده اللي معمول، فالمفروض هو يعني يشوف ايه الموضوع، لان طبعا ده استغلال لاسم محمد عبد الوهاب. وبعدين انا في رايي يعني لو البني ادم اللي عامل الموضوع ده ونشره كده لو حقيقي لازم يبين نفسه، يعني هو خايف من ايه؟ ما هو انت لو انت سليم وبتقول في فيلا وحاجات الخرافيه اللي بتتقال دي، طب انت مين؟ خصوصا يا فندم ان هو ناشرها على موقع دولي
للنشر او للبيع والشراء الخاص بالمنازل اللي هي ليها طبيعه خاصه، فممكن حد من بره انا اسف في اللفظ يعني يتخم يقول ديفيلت محمد عبد الوهاب، وتلاقي حد جاي ومحول ويشتري ويبعت والكلام ده كله، ويبقى الموضوع في النهايه توريطه للاسره. بالظبط كده. فما ما احنا عشان كده احنا طبعا مش هنسكت، يعني احنا برضو عايزين نعرف مين اللي بيستغل اسم والدنا وعايز يعمل يعني بيزنس على 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 يعني باسمه. واحنا لازم نعرف طبعا الموضوع ده ايه بالظبط، جاي منين ومين اللي نشره. بس هم الظاهر مكتمين جدا على الموضوع، لان في سمساره اللي هي بتشتغل في الموضوع ده، في ناس يكلموها يسالوها الظاهر كصحفيين ولا ايه. مظبوط. ما ردتش ومش راضيه ترد. عشان كده سالت حضرتك هل كلمتوها، لان هي الرقم ما بيجمعش. والله انا لسه واخده نمرها النهارده، بعتوها لي يعني متاخر، فطبعا مش هقدر اتكلم بالليل كده. بس احنا على العموم مش ساكتين، يعني هنضطر لازم نعرف بالظبط الخبر ده مين اللي نشره وعلى اي اساس، لان في اشاعات كتير قوي مش عارفه بيقولوا. ناس تكلمني يقولوا لي ما كانوا بيقولوا ان هو كان عايش في البيت ده. عايش فين؟ ما احنا ما كنتوا انتوا بناته عرفتوا يعني اول ناس كانوا عرفوا يعني. احنا اولاده وعمرنا ما كنا بعيد عنه، يعني مزبوط. احنا طول عمرنا معاه وقريبين منه لغايه ما توفى. واكيد فيلا زي دي بمبلغ يعني بمبلغ حتى وقتها يعني ما كانش برضو قليل، اكيد كان يبقى معروف. بالظبط بالظبط. وبعدين يعني هو عارفين عنه كل حاجه، كان ساكن فين اول ما ابتدى، كان قال لي ساكن عندي بيت في العباسيه فيلا، وبعدين بعد كده اتجوز والدتي ورحنا عشنا في الهرم واتولدنا في فيلا في الهرم، يعني احنا عارفين كل حاجه، يعني مش حاجه مستخبيه علينا يعني. اكيد. وعلى الاقل لو كانت موجوده كنا ورثناها، يعني ما احنا اولاده يعني طبعا. احنا اللي وارثينه كنا. فطبعا دي كلام فارغ جدا، بس كلام يعني مش مظبوط. وان شاء الله ان شاء الله نوصل نعرف ايه بالظبط الموضوع ونتعشم يعني ان شاء الله. واحنا وراه مش هنسكت يعني. انا عايز اقول لحضرتك يعني خبر زي ده، تخيلي يعني لما تتصفحي مثلا جوجل وتشوفي يعني الخبر، هتلاقي وكالات انباء، هتلاقي صفحات جرايد، مجلات، مواقع من معظم الدول العربيه كاتبه ونقل الخبر. تخيل حضرتك مدى الاهتمام بموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب حينما يذكر اسمه في اي شيء حتى اليوم. بالظبط بالظبط. طبعا الناس بتبقى مهتميه، واحنا ما زلنا لغايه دلوقتي بيحتفلوا بيه، ولسه عاملين له تكريم في السعوديه، ورحنا عزمونا في الرياض. يعني محمد عبد الوهاب الحمد لله عمره ما بيتنسي يعني. طبعا اكيد. فيعني حاجه غريبه جدا. واكيد في نوع من الاستغلال في الموضوع ده، واحنا ما ينفعش ان احنا نسكت عليه. فان شاء الله ان شاء الله نتعشم ان احنا نوصل لحل ان شاء الله، ولما الحل هنوصل له اكيد كل الناس هتعرف يعني. طبعا منتظرين بيان بقى من الاسره يعني، يعني تطمنوا لجمهوره يعني. ان شاء الله باذن الله. بإذن شكرا الله. لحضرتك، وتشرفنا يعني بوجود حضرتك معانا، الاستاذ عفت محمد عبد الوهاب ابنه موسيقار الاجيال، شكرا جزيلا لحضرتك. الاستغلال يعني الاستغلال، وهتلاقي في حد تاني ممكن يقع في الفخ ده مثلا وبيشتري، لانه هو شايف ده بيت محمد عبد الوهاب وياخد البيت ويتاجر ويعمل فيه وما الى ذلك، او يعيد بيعه او ما عشان يستغل الاسم او يستغل هذا الامر. ولكن الموضوع كله كذب، الموضوع كله استغلال.